السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، حيا الله الإخوان وحيا الله الأخوات، حيا الله المتابعين والمتابعات، حياكم الله أينما كنتم أينما حللتم وارتحلتم، أهلا وسهلا بكم عندنا وأهلا وسهلا بنا عندكم. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله فيديو اليوم سيكون طلب من طلبات الإخوة أو الأخوات الفضليات، وهو عودة الحبيب أو الزوج أو الغائب كيفما كان، سواء كان أخا أو أبا أو إن شاء الله أو الحبيب، والأغلب تعمل لي الحبيب ولي الغائب. هذا أولا. ثاني شيء، فالوصفة ستكون إن شاء الله بسيطة وسهلة. سنحتاج فيها إلى صورة، أن تكون لنا صورة الشخص الذي الغائب البعيد الذي نريد عودته. إذا توفرت، إذا لم تتوفر، هو في كلتا الحالتين سنحتاج كتابة التوصية. نكتب ونحتاج إلى عود من أو شجرة من شجرة مريم أو قف مريم، ونحتاج حبة واحدة من سكر النبات، وشيئا قليلا من سلاب العقول، وملعقة صغيرة أو شيئا قليلا من ماء الوردي أو ماء الزهر. ماذا سنفعل؟ سوف ندق حبة السكر النبات، أو كما يقال له في المغرب سكر القنديل. ندقه ثم نخلطه بشيء من سلاب العقول، ثم بعد ذلك نضيف إليه قليلا من ماء الزهر أو ماء الورد، فنصنع مثل العجين الخفيف. أوكي، الآن ماذا سنفعل؟ سنأتي بورقة مثل هذه، ثم سنكتب فيها الطلسم التاء الآتي، نكتب 4 ألفات، 8 9 9 ميم راء، ثم نكتب حرف الكاف، ثم نكتب اسم المطلوب، ثم نكتب تحت ذلك 3 ألفات و8 7 1 9 1 1 كاف، ثم نكتب كاف أخرى تحت، ثم نكتب اسم الأم إذا توفر، إذا لم يتوفر لا إشكال في ذلك، ثم نضع سطرا، ثم نكتب ألف هاء طاء ميم فاء شين ذال، ثم شرطة، ثم ألف هاء طاء ميم فاء شين دال. هكذا نقرب الكاميرا حتى تستطيعون أن يعني تكتبوها أو تقلدوها كما شئتم. هكذا يعني خذوا صورة لهذا الطلسم حتى يعني تطبقوه. طيب ماذا سنفعل الآن؟ سوف نأخذ، إذا كان عندنا الصورة سوف نأتي بالمزيج الذي عملناه، ثم ندهنه فوق الورقة البيضاء، ثم نضع وجه الشخص المطلوب فوق هذه الورقة، ثم نلف هكذا، ثم نفتح شجيرة كف مريم، ثم نضع هذه الورقة بالداخل هكذا، نقفل عليها، ثم نأتي هنا ونربطها بخيط، ثم نعلقها في الهواء. إذا لم يكن عندنا يعني صورة، فنأخذ نفس الشيء، الورقة وحدها نفس الشيء، حتى لو لم يكن عندنا
الصورة نلفها يعني ثم نعملها هنا داخلا نفس الشيء نفس العملية، ثم نربطها بخيط ونعلقها. إذا خفتم أن تسقط أو شيء، ممكن ربط الشجيرة ربط الشجيرة بخيط حتى لا يسقط الورق. قلت يمكن أن ننزلها مرة كل يوم يعني في المساء أو في الصباح في أي وقت، فقط لنبخرها ببخور طيب، ثم نعيدها إلى مكانها إن شاء الله. هذا العمل يمكن أن تعملوه في الصباح الباكر يعني الكتابة أو بعد المغرب، نتيجة إن شاء الله يمكن أن تكون ما بين 3 أيام إلى 7 أيام حتى 14 يوما، فقط على حسب مسافة بينك وبين الغائب أو استعداده هو لتقبل المسائل الروحانية أيضا، وكذلك الدورة الفلكية الصغرى كما نقول دائما. بالنسبة هذا كل ما لنا بالنسبة للفيديو، فقد انتهى هذا الفيديو. نعيد كيف تصنعون يعني المزيج، وهو أن ندق سكر النبات أو السكر القنديل مع سلاب العقول، ثم نضيف إليها قليلا من ماء الزهر أو ماء الورد. هكذا يصنع المزيج، وهذا هو فيديو اليوم، هذه هي وصفة اليوم. نعتذر عن التأخير لأن كان عندنا مشاغل أخرى. كل ما لدينا هو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو دعوا له الإعجاب، اشتركوا في القناة، ادعوا أصدقائكم للاشتراك في القناة، ثم بعد ذلك نحن سنحاول أن نأتيكم بفيديوهات أخرى إن شاء الله قريبا. فقط ادعمونا بلايك وبالضغط على الجرس حتى يأتيكم الجديد. بالنسبة لي الذي وعدناكم بأنه سيكون عندنا يعني فيديو حول جواب على أسئلة المتابعين إن شاء الله، الفيديو القادم سيكون هو هذا الفيديو المنشود. أخرنا حتى نجمع أكبر كمية من الأسئلة فنرد عليها إن شاء الله. شكرا لكم على اهتمامكم، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.